السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلي وأخواتي في دمياط، بجد الترحيب بيكم. لو أنت أول مرة تشوفني فأنا اسمي مصطفى صلاح، عندي محل صغير كده للمنظفات والورقيات والمستحضرات في شارع المطحن في دمياط القديمة، في شارع المطحن بعد الوليد للحلويات قدام أبو خالد الفوال، المحل اللي اسمه بالجملة. تمام، عرضنا يا جماعة لسه شغالة في المناديل بفضل الله، المناديل 500 ب 5 جنيه، وال 750 الثلاث مناديل عرض ب 20 جنيه مستمر معانا ان شاء الله. مستمر معانا عرض الماسة اللي بيعمل 8 لتر ب 20 جنيه، والمحل ما شاء الله كله عروض، بنحت في الصخر حرفيا علشان اجيب لك المنتجات الاساسية بجودة عالية وبسعر على قد الايد. انا كل هدفي انك تيجي عند المحل تلاقي نفسك موفر 20 30 جنيه، ده اللي انا بسعى ليه. يبقى احنا طالعين اساسا النهارده عشان نتكلم عن الاونلاين وان ازاي تبدا اونلاين. السؤال المتكرر يا جماعه اللي بيجي لي على طول، انا عايز ابدا اونلاين، ابدا ازاي، اجيب بضاعتي منين، اشتغل في ايه، اجيب منتجات ايه ابيعها علشان اكسب منها. انا قبل ما اجاوبك على الاسئله دي كلها، انا عايزك تقعدي ما بينك وما بين نفسك كده وتجيبي ورقه وقلم وتحلمي وتسرحي بخيالك وتشوفي ايه المجال اللي انت حباه او المجال القريب من قلبك. تبدا ايه، تذاكريه كويس جدا جدا جدا. بمعنى ايه؟ انا هشتغل في مجال الميك اب، انا لازم اعرف اساسيات الميك اب، لازم اعرف مسميات الميك اب، لازم اعرف الكونتور الكونسيلر ده بيعمل ايه، ده فايدته ايه، ده بيستخدم ازاي، ايه الانواع الحلوه فيه. لازم ادرس الموضوع بالورقه والقلم، لازم ادرس الموضوع كويس جدا واعرف اساسيات الموضوع. والموضوع يا جماعه بقى سهل، انت ممكن تخش على النت تنزلي كورسات في الميك اب ومحاضرات في الميك اب واحدث صيحات الميك اب وتفضلي تتابع الموضوع ده هوت علشان لما تخشيه تبقى عارفاه من الف للياء. تقولي انا بعد ان شاء الله بعد كده لا انا اتعلم كمان ازاي اعمل ميك اب لو جنب عروسه مثلا او جنب واحده عايزه تحضر مناسبه اعمل لها الميك اب. ليه لا؟ اوعي واوعي تقولي انا ما اعرفش اعمل كده، قولي انا ازاي اعرف اعمل كده. ما تقوليش انا ما اعرفش اعمل كده، قولي ازاي اعرف اعمل كده. طيب هتشتغل في مجال الملابس، لازم تعرفي كل انواع الاقمشه، لازم تعرفي الخامات، تكتسبي خبره كده لما تمسكي القطعه تعرفي اذا كانت هي 100% قطن ولا داخلها باليستر ولا داخلها ايه، تعرفي. والموضوع زي ما بقول لكم برده في الميك اب، الموضوع سهل في الملابس، لازم تجتهدي وتشتغلي على نفسك. انا ان شاء الله الخطوه الجايه هجيب مكنه خياطه واخد كورس مثلا في قصص ثقافة عن الخياطه وابدا اجيب موديلات اجنبيه واخليها وامصرها كده واخليها شرقيه، اجيب مثلا موديل الجيبه معينه واخليها بقى ايه احط فيها تكتين ثلاثه كده بقى من ايه من اكتشافي واعمل موديل مثلا جيبه محترمه بخامات محترم وابدا يبقى ليا البراند الخاص بتاعي. الكلام اللي بقول لكم ده يا جماعه مش كلام خيالي، في ناس كتير بدات كده وبقت الوقت ما شاء الله في حته تانية خالص، بقى عندها براند خاص بيها وبداوا ب 1000 جنيه و500 جنيه. الفكره مش فكره مش انك تبداي بفلوس كام او معاكي كام او تقدري تجيبي ايه، الفكره انت احلامك ايه، حماسك عامل ازاي. واوعي واوعي تحطي الفلوس قدامك، الفلوس دي يا جماعه وسيله وليست غايه، الفلوس دي وسيله انك ناكل ونشرب ونعيش انما مش غايه. حلمك وهدفك وسعيك هو الغايه، هو يحقق لك بعد كده الفلوس وانت قاعده في بيتك، حط رجل على رجل، بس لازم تسعى. انا ما بقولكيش الموضوع سهل قوي بالشكل ده، هو الموضوع صعب جدا، بس محتاج يا اما تكوني حباه يا اما يكون عندك حلم كبير عشان تستحملي. اوعى تغش عميله او اوعى تغش زبون لمجرد انك تبيع حاجه، اوعي اوعي. انا قسما بالله يا جماعه انا اشتريت اسيتون بحوالي 500 جنيه، اسيتون من شركه بيور، شركه محترمه. اختي اخذت قطعه قالت لي لا يا مصطفى وحش، وحياه ربنا رميته، مش مثلا بعته بثمنه او قلت اعمل عليه عرض بنص جنيه او بجنيه، رميته، لان انا مش عايزك تدفعي جنيه واحد في حاجه جودتها مش حلوه، انا كده بوظت سمعتي. لا انا ارميه واضحي بال 500 جنيه لحد يقول انا اشتريت حاجه من مصطفى وطلعت وحشه او جودتها وحشه. ده مبدا انت لازم تمشي عليه. تجيب بضاعه مثلا وطلعت مش قد كده، لا ما تديهاش لحد وتغشيه، اوعي تعملي كده، اوعي تعملي كده. وبصوا يا جماعه في الحياه دي ما فيش حاجه اسمها خساره، احنا يا بنكسب يا بنتعلم. انت لما بتخش اي حاجه يا هتكسبي يا هتتعلمي، مجال الخساره ده ما تحطوش في دماغك. احنا اللي بيرجعنا ورا يا جماعه ان احنا خايفين، مثلا معاكي مبلغ معين خايفه تخش في اي مجال عشان ما تخسريش فلوسك، لو هتفضلي خايفه مش هتعملي حاجه. حط في دماغك انا كده كده مش خسرانه، انا يا هكسب يا هتعلم، وهقع النهارده وهطلع بكره. وايه يعني لو خسرت النهارده؟ ايه يعني لو خسرت بكره؟ ما بكره بعده هكسب، ما انا عايش عشان اتعلم، ما انا عندي ما انا عندي حلم، ما انا عندي هدف. انت بس انت بصاله، ما تخليش نفسك تايهه كده، فانت رايحه فين وجايه منين؟ لا انت لازم تحلمي ولازم تحط لنفسك اهداف. اقول لكم حاجه كمان يا جماعه، ما تعتمديش على اصحابك واهلك وكلام من ده، تقولي انا هجيب حاجه وهوزعها لاصحابي واهلي. اصحابك واهلك لو وقفوا معاكي مره مش هيقفوا معاكي التانيه، ما تحطهمش في الخطه، محدش بيقف جنب حد ومحدش بيحب الخير لحد، اسمعوا مني، ما تحطيش املك على اصحابك واهلك وكلام من ده، لا
خلي طموحك اعلى من كده، لا انا هجيب منتج كويس واحط هامش ربح قليل، اقدم المعلومه وهقدم خامه محترمه، اللي ياخد مني مره ياخد مني الثانيه والثالثه والرابعه، وهيجيب اصحابه وهو اللي هيجيب جيرانه واصحابه. وهبدا برضو اذاكر ديجيتال ماركتنج، واعرف ازاي اعمل صفحه، واعرف ازاي اعمل اعلان، واعرف ازاي اعمل كذا، واعرف ازاي اعمل كذا. انت عايش عشان تتعلمي، وانت عايش عشان تتعلم، وقدامك امثله كتير، قدامك امثله كتير لناس بداوا من الصفر وربنا كرمهم النهارده. قدام ايمن بدراوي مثلا صاحبه الكشك وجميله دارك ستور، دي بدات ازاي؟ بدات اونلاين يا جماعه، بدات اونلاين، كان بتجيب هدوم تحط فيها هامش ربح بسيط وتبدا توزع. ربنا كرمها وفتحت محل، كان اللي بيجي يضحك على المحل يقول لها ايه انت جايباني في كشك، اتكسرتش بقى وما زعلتش وما عادتش تعيط، قالت لا انا اول محل هفتحه بشكل محترم هسميه كشك. انا ربنا كرمها وفتحت محل اسمه كشك. ياسمين اسطور قالت انا هفتح محل ميك اب، باعت الذهب بتاعها وباعت عربيتها وموبايلها وباعت كل ما تملك وفتحت المحل. جت كورونا قالت ايه ما حطتش ايديها على خدها وقالت اعمل ايه وربنا رايد كده والظروف وحال البلد، لا نزلت وباعت في الشارع، نزلت وباعت في الشارع وبدات توزع الكروت بتاعتها وتقول انا فاتحه يا جماعه في الحته الفلانيه، وتوزع هدايا على البنات روج وكلام من ده عشان البنات تحبها وتجيلها، شغلت دماغها ما عادتش حتى ايدها على خدها. تمر حنا من واحده متجوزه في سن صغير، متجوزه واحد وعنده اطفال، ربت بنات وخلفت، وبرغم كل ده لا حلمت وسعت وجرت وتعبت لحد ما وصلت. الموضوع محتاج انك تحلم وانك يكون عندك الحماس والطاقه انك تعمل ده. في امثله كتير جدا يا جماعه، الناس بداوا من غير ولا جنيه حتى ووصلوا النهارده لاسماء كبيره جدا جدا جدا. عندكم هايبر جويدا يا جماعه، هايبر جويدا ده يتكتب فيه كتاب كده اهو، هايبر جويدا الحاج محمد جويدا ده يتكتب فيه كتاب لوحده كده. الراجل ده من محل صغير بباب خشب لمحل اكبر لمحل اكبر لهايبر، النهارده الناس بتجيله من كل حته في دمياط. الموضوع انا مش بقول ان هو سهل ولا بقول ان هو صعب، الموضوع واقف عليك انت، انت اللي ممكن تسهلها على نفسك وانت اللي ممكن تصعبها على نفسك. هو زي ما قلت لكم مفيش حاجه اسمها انا ما اعرفش اعمل كده، في حاجه اسمها انا ازاي اعرف اعمل كده. انا طالب منكم ايه دلوقتي؟ كل واحده او كل واحد يقعد مع نفسه وتحلم كده، اسرح بخيالك، والحلم بفلوس، اسرح بخيالك وشوفي نفسك عايزه تكوني فين، وابداي بقى خططي بقى واحده واحده. الفيديو التاني ان شاء الله هقول لكم برده شويه نصايح عشان مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، وهقول لكم لو انت مثلا عايز تشتغل في مجال الميك اب هتجيب منين، لو في الملابس هتجيب منين، تفتح برده مشروع صغير ممكن اقول لك افكار مشاريع، بس انت ساعدني، ما تجيش تقول لي انا مش عارف اعمل ايه، قول لي على فكره، قول لي انا عايز اعمل كذا وانا هقول لك ممكن تعمل ايه وايه وايه، انما ما تجيش تقول لي انا مش عارف اعمل حاجه، قول لي اعمل ايه، لان انا كده مش هقدر اساعدك. ابدا ساعد نفسك، ساعد نفسك عشان اقدر اساعدك او غيرك يساعدك، وربنا يجعلنا سند، وربنا يجعلنا كلنا سند لبعض، واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله ودمتم بخير.